Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâle Allahu Teala, Elem tera ilellezîne haracû min diyârihim ve hum uluf ile ve inneke leminel murselîn. Minel âyeti thâlifeti vel erba'ine ba'del mi'eteyni ila nihayetil âyeti thâniyeti vel kamsine ba'del mi'eteyni. المناسبة لما ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادها وسعى لإصلاحها باعتبار أنها النواة واللبنة التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل ذكر بعدها أحكام الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التي تنشد الحياة الكريمة. فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع ولا بقاء لها ولا خلود إلا ببقاء الحق وإنصاره. ولهذا أمر تعالى بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة كيف جاهدت في سبيل الحق وانتصرت القلة مع إيمانها على الكثرة مع كفرها وطغيانها. فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل بل بصمود أهل الحق والتزامهم له وجهادهم في سبيله. اللغة ألوف جمع ألف جمع كثرة وفي القلة آلاف ومعناه كثرة كاثرة وألوف مؤلفة حذر خشية وخوف يقبض ويبسط القبض ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقدير والبسط ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقطير والبسط والبسط ضده والمراد به التوسيع. قال أبو تمام تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. الملأ الأشراف من الناس سموا بذلك لأنهم يملؤون العين مهابة وإجلالا. انفصل من مكانه يقال فصل عن الموضع انفصل عنه وجاوزه. مبتليكم مختبركم يظنون يستيقنون ويعلمون. فئة الفئة الجماعة من الناس لا واحد له كالرهط والنفر. أفرغ الشيء صبه وأنزله. التفسير ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أي ألم يصل إلى سمعك يا محمد أو أيها المخاطب حال أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة حذر الموت أي خوفا من الموت وفرارا منه. والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم وكانوا 70,000. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أي أماتهم الله ثم أحياهم وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا خوفا من الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم. اسم النبي حزقيل. فعاشوا بعد ذلك دهرا وقيل هربوا
من الطاعون فأماتهم الله قال ابن كثير وفي هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه إن الله لذو فضل على الناس أي ذو إنعام وإحسان على الناس حيث يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ما يبصرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يشكرون الله على نعمه بل ينكرون ويجحدون وقاتلوا في سبيل الله واعملوا أن الله سميع عليم أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله لا لحظوظ النفس وأهوائها واعلموا أن الله سميع لأقوالهم عليم بنياتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها وكما أن الحذر لا يغني من القدر فذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلا ولا يبعده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.